ساقة. المقابلة نتاعك مثالية تحكيها. محمد عبد الوهاب جات فرصة انكرويابل. أنا قاعد وكلمني سي محمود المسيري بلوتو السكرتير نتاعه، قلت لي راهو قال لك سي محمود توا تجي. قاعد مشيت مش بعيدة وقتها. وأنت شفتك شنو في القاهرة وقتها؟ أنا وقتها مدير الخطوط التونسية في القاهرة. أي والله. قاعد مشيت بعد سي محمود الله يرحمه. شكون نلقى؟ نلقى سي اسمه هو اللي كان اللي قال هو الخطاب نتاع 7 نوفمبر تريكي 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 كان تريكي وقت كان يتعدى يجي لاوروبا، وانا في اول ثمانينات كنت عازم. يجي غاديكا يقول لي سي محمد شوف الاوتيل وكل، هو سمباتيك ياسر. يجي بحذايا مرتين جاب حذايا بيته وصدعيت وكاكر اللي عملنا صحبة بالقدا. وقت جاء للقاهرة شكون بعثوا؟ الزين بعثوا باش يعطي كادور محمد عبد الوهاب، خاطر من أكبر محبين انت عبد الوهاب هو الزين عبدين بن علي الله يرحمه الله يرحمه. بعث له كادو وزاد بعث التريكي باش يكمل له. وقت جاء التريكي كلم سي محمود، سي محمود استأذن من كلمة لكلمة، قالوا شكون المدير تاع تونسيون؟ قالوا محمد جعفور. قالوا قل له جي هكا. هو كي دخلت نلقى التريكي على السلامة على السلامة. قال لي التريكي باش كلي باش يرجع لي، قال لي راني عندي مفاجأة كبيرة ليك. شنو؟ قال لي باش تجي معنا لعبد الوهاب يتقابلوا مع محمد. اي محمد عبد الوهاب استاذ محمد عبد الوهاب. كي خرجنا قال لي مشينا خرجنا باش نشربوا حاجه وكل، نلقى شكون معاه؟ معاه شخصيه كبيره عراقي، ملياردير عراقي، ومعاه مرته. هذا يا سيدي لو كان تقول له نعطيها ايدي نعطيها ونروح عبد الوهاب يعطيك. مقبول مقبول الراجل هبلنا بلش. نمشيو لعبد الوهاب راجل حسيب. دخلنا مشينا لعبد الوهاب. شوف سيلا كلاس سيلا كلاس. اي باري هو يعيش جنتلمان في الزمالك. مشينا وقتها عنده شقه في الزمالك.